مخبيها عن عيون الناس وجمالها معدي وإنتاجها باين في بناتها الاتنين. أخوها كان منفتح وسابه يأكلها كباب وكفتة بإيده عشان يتعرفوا على بعض. قصة حب أحمد بدير ومراته بنت الجيران، إزاي حكايتهم بدأت من سلالم العمارة وباب الشقة لحد ما وصلوا شقة أخوها وطلب إيديها، وليه أبوها كان شديد في المعاملة. خليكم معايا في الفيديو ده هقول لكم تفاصيل الحكاية. أحمد بدير كان ساكن في الشقة اللي فوق منها، وهي كانت جارته ما كانش بيشوفها خالص. أخوها يبقى السيناريست المعروف محمد الطوخي، وكان صديق شخصي لأحمد بدير، وكل ما ينزل يخبط على الباب فيفتح محمود أو يفتح أبوها. وفي مرة هي اللي فتحت الباب فوقف اتمسمر على السلم، وحبها حس بيه في قلبه من أول نظرة. هو ما كانش لافت نظرها خالص، والدنيا بدأت هنا ووقفت شوية. في يوم من الأيام محمود الطوخي أخد شقة عند القصر العيني، وأخته راحت تقعد معاه يومين. بالصدفة راح أحمد بدير عشان يقعد مع صاحبه شوية، ولما شافها عنده قال خلاص هي دي، وحلف ما هيسيبها تضيع من إيده. سلم عليها وقال لها طيب إيه؟ نجيب أكل ناكل؟ قالت له بتقول إيه؟ هو طلب نص كيلو كباب وكفتة اليوم هما الاتنين. طيب فين محمود الطوخي؟ هو سابهم ومرضيش ياكل؟ كان منفتح وحس إن أحمد بدير عاوز يتعرف عليها، وعشان هو صاحبه وواثق فيه عارف الخطوات هتمشي إزاي. قعد يأكلها في بقها وهي قلبها دق، وبدأت قصة الحب. راح لمحمود الطوخي واعترف وطلب ايديها علشان حماه كان شديد شوية في المعاملة، بس مش معاه هو مخصوص، ده في العموم يعني، وما كانش هيرضى باللي حصل ده، بس صاحبه هو اللي سهله الأمور، ودلوقتي معاه بنتين هما سارة ودعاء، وواخدين الجمال من مامتهم.